السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر الجديد، زار القطب الجامعي الجديد بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وتفقد عدة ورشات، لأن المركز هذا الجامعي يعتبر واحد من أكبر المراكز الجامعية في الجزائر، في ولاية الجزائر، حيث أنه سوف يستقطب بعد نهاية الأشغال حوالي 20 إلى 25 ألف طالب في عدة تخصصات، منها التخصصات الجديدة يعني في علم المعرفة اللي رانا نعيش فيه، والتكنولوجيات الجديدة نتاع الاتصال، وعلوم الاقتصاد المستدام، كل ما هو يعني طراء جديد في عالم التقنيات الجديدة. وإذا في هذا الخرجة نتاع الوالي تفقد مركز جامعي لإلواء الطلبة يتسع ل 4000 سرير، 2000 سرير للبنات و2000 سرير للرجال، وكذلك تفقد نتاع الحي الإداري والمبنى الإداري لعمادة الجامعة، وكذلك زار شاف أشغال المكتبة الجامعية التي تتسع إلى 1000 طالب، وكذلك إلى الأوديتوريوم يعني قاعة المحاضرات اللي كذلك تتسع ل1000 مقعد. إذن وكذلك فيه 2 مطاعم ب 750 وجبة، وما كذلك بعض الملحقات التجارية وكل ما يحتاجه الطالب في مركز جامعي بهذا الحجم. إذن كل هذه الأشغال زارها، وفيها كذلك نذكر أنه العام الجاي يعني في الدخول هذا اللي رانا فيه سوف تفتتح 2000 مقعد يكونوا مهيئين لاستقبال الطلبة، حي في ريثما يعني تنتهي الأشغال، وتصبح الطاقة الاستيعابية للمركز الجامعي الجديد أو القطب الجامعي هذا إلى حوالي 25 ألف طالب. إذن هذه هي، نختفي بهذا القدر، والسلام عليكم.